أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم النشرة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية. منخفض نسبي للضغط الجوي يهيمن على أغلب مجالاتنا البحرية. هذا الصباح كانت السماء مغشاة بسحب كثيفة تقشعت تدريجيا خاصة بشمال وشرق تونس. التوقعات الجوية الصالحة لما بعد الظهر بالنسبة لحالة الطقس، سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار، مع إمكانية أن تكون مؤقتة رعدية بكل من شمال وشرق تونس، وسحب عابرة ببقية المجالات. بالنسبة لاتجاه الريح بشمال تونس، هذا اليوم تهب الريح غربية شمالية غربية بين 20-25، مع إمكانية أن تتجاوز مؤقتا 35 أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر عامة مضطرب. بشرق تونس تهب الريح شمالية غربية بين 15-20، مع إمكانية أن تتجاوز أثناء ظهور السحب الرعدية 30 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب. أما بخليج قابس فتهب الريح شرقية شمالية شرقية بين 15-20 عقدة، والبحر عامة مضطرب. أما رؤية فتمتد من ميلين إلى 7 بأغلب المجالات. هذه الليلة سحب عابرة بأغلب المجالات البحرية بشمال تونس، تتواصل الريح غربية شمالية غربية بين 20-25 عقدة، والبحر يتواصل مضطرب. بشرق تونس تهب الريح شمالية فشمالية غربية بين 15-20 عقدة، والبحر يكون مضطرب فتدريجيا قليل الاضطراب. أما بخليج قابس فتهب الريح شرقية بين 15-20 عقدة، والبحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب. أما الرؤية فتتقلص من 7 إلى ميلين بأغلب المجالات. التوقعات الجوية المنتظرة اليوم غد إن شاء الله سحب عابرة بأغلب المجالات البحرية بشمال تونس، كذلك بشرق تونس ستهب ريح من القطاع الشمالي تكون بين 20-25، تصل مؤقتا 30 عقدة بشمال تونس، والبحر يكون مضطرب. أما بخليج الحمامات فتهب الريح بين 10-20 عقدة، ثم تتقوى تدريجيا بين 15-25، البحر يكون في البداية قليل الاضطراب، يصبح مضطرب آخر النهار. أما الرؤية فتمتد من ميلين إلى 6 أميال. بمنطقتي شابة وجربة إلى غاية جرجيس ستهب الريح من القطاع الشرقي في البداية بين 10-20 عقدة، تتقوى آخر النهار بين 15-25 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب، يصبح مضطرب آخر النهار. أما الرؤية تمتد من ميلين إلى 6 أميال. نمر الآن لحركتي المد والجزر. بمينا صفاقس متر و 34 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و 56 دقيقة، و 67 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و 56 دقيقة. بمينا قابس متر و 62 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و 50 دقيقة، و 82 سنتيمتر على الساعة 2 بعد منتصف الليل و 43 دقيقة. أما بمينا جرجيس ف 76 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و 57 دقيقة، و 42 سنتيمتر على الساعة 2 بعد منتصف الليل. في الختام ولمزيد المعلومات والإرشادات، يمكنكم زيارة موقع الويب meteo.com أو الاتصال عن طريق مزرعة صوتية مباشرة عن طريق الهاتف على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة. دمتم في رعاية الله، بقيت متابعة طيبة للجميع.